عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ محمد عدنان الأحمد، مدرس الرياضيات للصف الرابع منصة منهاجي التعليمية. اليوم راح نبلش بدرسنا الثالث. درسنا الثالث بعنوان دورت بيش وألطي بصمك له دوانسايلرن بلوكلر بصمك له دوانسايلر تشزلمة، يعني إيجاد وفهم وحل الأعداد اللي بتتألف من أربع مراتب وخمسة وستة. إحنا بالصف الثالث، إحنا هون الصف الرابع، بالصف الثالث تذكرة، يعني كنا نأخذ مراتب الأعداد. إذا بنتذكرهم سوا، في عنا مراتب الأعداد الآحاد اللي هي بالتركي بيرلار وعشرات أونلار وبعد مئات، تمام، يوز لا وبعده بعد المئات اللي بجمع تسعميات وبتجي مئات كمان شو بصير معه؟ تمام، عفارم ألف، يعني بين، بصير عنا بين لار وبعده هاي هون. إذا ملاحظين إحنا صار عنا كم مرتبة؟ أربعة. المرتبة الرابعة هي البين لار، هي مرتبة بدنا ناخذها اليوم. المرتبة الخامسة مين بيعطيني اياها؟ اللي معه 9000 بعد ايش هذا بصير معه؟ 10000، تمام، بصير عندنا اون دينار عشرات الالاف، بعدها اللي معه 99000 ايش هذا بصير معه بعدها؟ 100000، تمام، عفارم عليكم. فبصير عندنا 100000 اللي هي مرتبة مئات الالوف. يوز بين لار، نشوف الان احنا ولا حاولنا نقرا هدول، بنحاول نقرا نخطا ونصيب. احاد واحد، عشرات تسعة فصارت 90، مئات ستة فصارت 600، الاف احاد الالاف هي اسماء او الالاف مرتبة الالاف، ثلاثة الاف فنقرا ثلاثة الاف وستمائة وتسعين واحد وتسعين، ثلاثة الاف وستمائة وواحد وتسعين. اثناء القراءة نقرا من اليسار حتى اليمين لعند المرتبة ما قبل الأخيرة بنقرأها بالعكس فقط، يعني هون بنقرأ آحاد ثمانية، عشرات اثنين، عشرات اثنين يعني عشرين، مئات ستة ستمية، آحاد الألوف أو الآلاف يعني تسعة آلاف، عشرات الألوف عشرة آلاف يصبح علينا تسعة عشر ألف وستمية وثمانية وعشرين بالتركي أوندو قوسبين أوند يوزير ميساكيز. الرقم اللي بعده عن أحد، عشرات، مئات، أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أتشز كوكسي كيز بين ألتيوز أولوج. لهون نحن هاي الصورة بس حاولنا نتعرف عن طريقة اللي هي ما فيها شيء يعني من أساسيات الدرس، ولكن بس تذكرة هذه مراتب الأعداد وتذكرة للشيء اللي أخذينه سابقا، ومنحاول نبني على أساسه ونكمل. هنا بأن ملكة أوريتمان، الآنسة ملكة مرت علي و سيلدا دان تحتيا برار دوان صي يزم لارنا ستدي، يعني المعلمة ملكة طلبت من مرت وعلي وسيلدا أن يكتبوا أرقام أو أعداد طبيعية على اللوح اللي قرأناه هون. هدول علي فهون تحتيا مرت تحتيا دوت علي بيش سيلدا ألتي بصمك لبردوان صي يزد، يعني عنا ميت كتب على اللوح، هذا علي، عفوا هذا ميت كتب عدد مؤلف من أربع منازل، علي كتب عدد مؤلف من خمسة منازل، وسيلدا كتبت عدد مؤلف من ست منازل. ملكة أوريتمان الآنسة ملكة دوان صي لرنة يزدر بصمك لرندكي رقم لرنة أرسند بير إليشكي والدونو فاركتي. الآنسة الملكية انتبهت أنه هن الثلاثة كتبوا العدد بمرتبة المئات نفسه، مرتبة المئات أي واحدة؟ الثالثة، واحد اثنين ثلاثة ستة، كاتب الرقم ستة، هون كاتب واحد اثنين ثلاثة، المرتبة الثالثة كاتب فيها الرقم ستة، واحد اثنين ثلاثة، المرتبة الثالثة كاتب فيها الرقم ستة. فهذا لاحظته الآنسة الملكة. ملكة أوريتمان
fark ettiği ilişki ne olabilir? Açıklayalım. Ve ma huve rakam? Rakam 6 yani mثل ما انتبهنا. واللي هو بمرتبة المئة. فبنشوف هون هاتر لطمة تذكرة يعني تذكير شيء. وش بصمك لدوان صيلر ده العدد المؤلف من ثلاثة أرقام بيرلار أونلار ويوزلار بصمين بولونر. العدد المؤلف من ثلاثة مراتب أو ثلاثة أرقام جنب بعضها هي اللي راح تشكل المراتب، فهو مؤلف من منزلة الآحاد بيرلار بصمة، أونلار بصمة منزلة العشرات، يوزلار بصمة. هذا شيء أخذناه في السنة السابقة وإن شاء الله نكون متذكرينه. نكمل نحن الدرس الجديد. فالبعد اللي عم يكمل هون عم يقلنا دوان سايلرن بلوكلرن يعني أقسام الأعداد بصمك لر وبصمك لر ده كي رقم لرن بصمك دير لر يعني الأعداد الموجودة في أقسام الأعداد الأرقام مثل هاي هون الرقم هذا وهذا وين القسم الموجود فيه راح ياخذ قيمته مثل ما قلنا سابقا العدد بمنزلة الآحاد ياخذ واحد بمنزلة العشرات ياخذ عشرة بمنزلة المئات ياخذ مئة وهكذا فعم يعطينا هون اتكن لك نشاط وش بصمك لبير دوان صاي يا ظلم فلنكتب عدد مؤلف من ثلاثة مراتب عدد لا على التاي فلنكتب 254 دوان صاين بصمك لرنا و صيدكي رقم لرنا بصمك ديرنا يا ظلم يعني هذا بمرتبة الآحاد بيرلار وقيمته أربعة هذا بمرتبة العشرات أونلار وقيمته خمسون هون بمرتبة المئات يوز لار قيمته 200 احنا تعلمنا سابقا بالصف الاول عفوا بالصف الثالث تعلمنا بالصف الثالث انه مرتبة الاحاد يكتب الرقم على حاله واعتبارا مما بعده كل ما مشينا خطوة كل ما مشينا خطوة نضيف صفر فهون بنكتب خمسة نحط جنبه صفر بعده نحط اثنين وجنبه صفرين ونقرأ فهون 50 هون 200 فعم قلنا دوان صايدة بير رقم بها والصايدة صاي قاتش بصمك له ولوردو لو في عنا رقم ثاني هون ونفترض أربعة ونفترض مشان عدم التكرار سبعة فصار عنا كم بصمك كم مرتبة كم منزلة صار عنا أربع منازل دوان صايدة ذكي إن بيوك بصمة نعضي فيرابيلردي ندان اتشيك لينز يعني نحن ليش بدنا نحط اللي بعده هون اسمه ايش كان اسمه وايش ليش بدنا نحط هذا الاسم فنحن لما نجمع 999 ونضيف واحد ونصير 1000 فاسمه احاد الالوف احاد الالوف هذا اسم هذه المرتبه نكمل نشوف المطلوب اللي بعده منا فعم يعطينا هون دورت بيش و التي بصمك لدوان دوان سايلر ده بالنار و بيرلار بلو بلو نور يعني قسم العشرات قسم احاد الالوف او الالوف وعشرات الالوف ان المرتبه الرابعه والخامسه بيرلار بلو نور بيرلار عفوا والنار ويوزلار بصم بلو نور بلو نور يعني نحن هون المرتبة أربعة وخمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة إحنا هون بنشوف عم يقلنا هو هون فوق إنه العدد مكون من أربعة وخمسة وست منازل هذه المنازل ما اسمها آحاد الألوف هذه المنازل آحاد الألوف النار وصمام ألوف ولا هذا الرقم خمسة المرتبة الخامسة اسمها عشرات الألوف هون بنلار بصمة لو في عدد ثاني هون ولو في عدد كمان نفترض تسعة كان هذا راح يشكل عنا عفوا بشكل أفضل لو كانت هي هون في عنا عدد تسعة هذا راح يكون مئات الألوف فنحن راح نحفظ الترتيبة ونطبق على الأرقام احفظوها معي
آحاد الألوف نحفظها منهم مليونين ونحماشين. آحاد عشرات مئات، آحاد الألوف عشرات الألوف مئات الألوف. هي هون بيرلار، طبعا بصمة يعني مرتبة، كله بصمة. عندك بيرلار، أونلار، يوزلار، بينلار، ألوف. في منه بيقول لك بينلار يعني ألوف، في منه بيقول لك بير بينلار يعني أحد الألوف، أون بينلار عشرات الألوف، يوز بينلار مئات الألوف. هذا العدد. بنكمل هون السؤال. نكمل على بأنه بيش رقم بيش بصمك لي أورنيك تدريب بيش بصمك لي أونيكي بين ألتيوز كرك بيش دوان سايسنة بلوك لرنة بلوك لرنة. يعني العدد هذا المؤلف من هذه الأقسام، العدد اللي قرأناه بصمك لرنة وبصمك لرندكي رقم لرنة بصمك دير لرنة إلير ليلم. فلنعرف هذا الرقم والأعداد، فلنعرف هذا العدد والأرقام بداخله موجودة بأي منزلة وقيمة هذه الأعداد ضمن هذه المنزلة. هذا السؤال. فنحن بنشكل هذا الجدول اللي هو هون لوك أدلر يعني اسم القسم، اسم القسم المطلوب، بصمك أدلر اسم المرتبة، المراتب عديناها هون بيرلار، أونلار، يوزلار، بينلار، أون بينلار، يوز بينلار. بنشوف هون صي العدد، نكتب هذا العدد تحت هون رقم لرن بصمك ديار لرن. نحن تعلمنا سابقا بالصف السابق اللي هو الصف الثالث انه اول شيء من شوي ذكرناها العدد بنكتبه على حاله، الرقم خمسة على حاله، بعدها كل ما ننتقل الرقم بنكتبه نفسه ونحط جنبه صفر. هون أربعة وجنبها صفر، هون ستة وجنبها صفر، هون اثنين جنبها، عفوا ستة جنبها صفرين، الستة صفرين، الاثنين ثلاث أصفار، الواحد أربع أصفار. هون عبي أن صينن وقنشو يعني اون ايكي يعني كيف يكتب اون ايكي بين التي يوز كرك بيش، اون ايكي بين التي يوز كرك بيش. فبنكمل اون ايكي بين التي يوز كرك بيش سايسمن بينلار بولوندا يعني قسم الالوف، اون ايكي بيرلار بولوندا التي يوز كرك بيش. في هون عندنا فائدة كتير مهمة لازم نعرفها واللي هي أول ما قرأناها المنازل، كل ثلاثة منازل، كل ثلاثة منازل لها اسم مجموعة. شلون أنتم مثلا كطلاب مدرسة خارج المدرسة كلكم اسمكم طلاب، وفيكم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس ومنكمل كصفوف. فبنجي ضمن المدرسة فنحن بنفترض أنه هدول أنتم الطلاب، هاي هون كل هدول المراتب أنتم الطلاب، هذا سور المدرسة هذا الخارجي، فأنتم هون كلكم اسمكم طلاب. فالقسم الإلكوكول من الصف الأول حتى الرابع. فهون عندنا قسم المراتب الآحاد، قسم مراتب الآحاد بيرلار بلو، قسم مراتب الآحاد آحاد عشرات مئات. أنت مجرد بالإلكوكول ما طلعت على الصف الخامس شو بصير اسمك؟ أورتاوكول، أورتاوكول. هون مجرد ما طلعت على مراتب الألوف بصير اسمك بينلار بلو يعني قسم الألوف. هاي كتير مهمة لازم نعرفها. القسم اللي بعده لسه بس طلعت ثلاث صفوف تانية بصير لك اسم جديد لنوصله بنحكي فيه. معنا هون أورنيك مثال تدري يزار ملاهات هانم السيدة ملاهات أونيل بوينجا طول 10 سنوات الطبين يديوز اللي صيفة كتاب يازمشتر. طول 10 سنوات كتبت كتبت 6750 صفحة كتاب. ملهات هانمن يصدي صيفة صيصنة بصمك لرنة بصمك لرندكي رقم لرن بصمك ديار لرنة وبابلوك لرنة بلير ليل. هون هاي عم يقلنا بدنا نعرف هذا الرقم، هدول من ايش مكونين؟ هذا الرقم أحد عشرات مئات، أحد ألوف عشرات ألوف، وقيمته ضمن هذه المكون ضمن هذه المرتبة، وقيمته ضمن القسم العام اللي هو مثل ما قلنا مراتب الأحاد ولا مراتب المئات، قسم مراتب الأحاد ولا قسم مراتب الآلاف، وهكذا. بنشوف الرقم أول شيء بنكتبه مثل ما تعلمنا، أول رقم بنكتبه مثل ما تعلمنا صفر
نكتب الرقم على حاله، بعدين الرقم الثاني بنحطه وجنبه صفر، الرقم الثالث بنحطه وجنبه صفرين، الرقم الرابع نحطه جنبه ثلاثة أصفار. فهذول إيش بنسميه؟ بصمات ديالاري. قيمة هذا الرقم شات قيمته المادية. بصمات أدلاري مثل ما حفظناهم بالترتيب، أحد بين أحد بيرلار، عشرات أونلار، مئات يوزلار، آلاف أو أحد آلاف بينلار الآلاف. فنحن بنلاحظون قلنا كل ثلاثة بقسم لحاله، فالقسم الآحاد قسم مراتب الآحاد لعند 750 لعند 100. فنكتب 750 بيرلار بولوندا يديوزيلي سايسي بولونا، قسم مراتب الآحاد. قسم مراتب الألوف اللي قطعنا بعد المئات وصرنا بالألوف اللي هو الستة فقط. نكمل التدريب اللي بعده. أم إن أورنيك إكيوز وتشبين ألت مشيدي إكيبين عفوا إكيوز وتشبين ألت مشيدي، نكتبه هون إكيوز نكتبه هون إكيوز وتشبين أطمش يدي فهم كان صفر كمان. هون ايش مكتوب عنا؟ اكيوز بين، مادام قال بين يعني شو بدنا نكتب الرقم كل هالشيء كبير، مادام قالنا بين معناها دخلنا بمراتب. اول شيء نحن هيك بنكتب نساوي شكل جدول لحالنا، مادام هذا قسم احاد مراتب الاحاد بير لي بير لا عفوا، هون عندنا مراتب الألوف بين لار لار، بنقسم كل واحد من هدول ثلاثة أقسام. ونحن هذا القسم الأساسي هو من نسمى كوشقان. فإيش قلنا؟ إيكي يوز بمراتب المئات قسم الآلاف، واحد اثنين ثلاثة، القسم الثالث اللي هو قسم المئات ولكن ضمن الآلاف، القسم الثالث فهو مراتب المئات فهو إكيوز. ما ذكر لي شيء 60,000 70,000 يعني أطمش بين يتمش بين سيكسان بين فلاندر، بمراتب العشرات ما ذكر شيء ضمن الكتابة هون، فبنتركه صفر بنحطه صفر. بمراتب أحاد الألوف كتب أوتش بين، قلنا في عنا الرقم ثلاثة. نيجي على مراتب ونحن أثناء القراءة على مراتب القسم البيرلا قسم المراتب الأحادية. ايش عندنا؟ اطمش تمام، لازم انه هون اللي بيبلش من عند المئات ما ذكر المئات فهي صفر. اطمش تمام قسم العشرات يدي، يدي قسم الاحد. هو هون تحت كتب لي اياه، هو هون تحت كتب لي اياه، عم بيقول لي قادرين اوكودو دوان سايسن دوان ساينن ولوكلارين بصماكلارين وبصماكلارين داكي رقم لارين بصمك ديالين بالليل. فلنوجد العدد الذي قرأناه موجود بأي مراتب، أحد عشرات مئات أحد ألوف ونحن الآخر عن هاد، وهل هو موجود بأي قسم، قسم الأحد أم قسم العشر أم قسم الآلاف هذا الرقم، وما هي قيمة كل عدد في هذه الأرقام. نجي واحدة واحدة نتعلم سوا، نجي واحدة واحدة نتعلمها سوا. هلا أول شيء نكتب الرقم هون بالنص ونشوف بنبلش أسماءهم بشكل بسيط، أحاد بيرلار عشرات أونلار مئات يوزلار بينلار أون بينلار ويوز بينلار. هذا ترتيبه من اليمين، ونحن عم نسحب على اليسار بنحفظ هذا الترتيب عند الكل، نحفظ هذا الترتيب عند كل الأعداد سوا. وكل ثلاثة بنحطه ضمن قسم معين، بيرلار بلو بينلار بلو. نجي لهون، أهم شيء هي نكون تعلمناها، أول رقم نكتبه على حاله، الثاني نحط له صفر، الثالث نحط له صفرين، لو هون في صفر ثاني ولكن مكون عدد الأصفار ما بأثر ما بحطه، الرابع هون نحط له ثلاث أصفار، الخامس هون نحط له كمان ست أصفار ولكن ما بأثر، عفوا الخامس نحط له أربع أصفار ولكن ما بأثر فبنحط صفر واحد بكفي، الأخير اللي هو السادس بنحط قدامه خمسة
أصفر، فبيقرأ إكيوس اتش بي التمش يدي. وبنجي وقت التقسيم بالنسبة لنا موجود بقسم مراتب الآحاد أو قسم مراتب الألوف، إيش بنساوي؟ بناخذ أول ثلاثة من اليمين بنحطهم قسم مراتب الآحاد، اللي هو أول ثلاثة هاد هذول هون، الصفر على اليسار لا يكتب، فضل عنا 67، وبنكمل القسم الثاني هون بنكتبه بمراتب الألوف إكيوس اتش. فبنكتب هون إكيوس اتش بي أطمش يدي سايسنن بين لار بولونو بولوندا، يعني في قسم الألوف إكيوز أوتش وادر بيرلار بولوندا في قسم مراتب الآحاد أطمشيري بولونور، موجود يعني موجود عندنا 67 بقسم مراتب الآحاد. بنكمل عندنا التدريب الثاني اللي هو ينضطب، هذول هون الأشكال المربعة أو البلوك، بلوك لاريلا موديلنن دوان ساينين بلوك بلوك لارنا بصمك لارنا وبصمك لارنا دكي رقم لارنا بصمك ديال لارنا بالريال. فلنوجد مثل العدد السابق نفس التطبيق نفس الترتيب، ما نضيع وقتكم ونشوف اللي بعده، ولكن هذا باختصار بنعطيكم. بنكتب العدد حتى هذا اسهل من اللي قبله، بنكتبه بنبلش من اليمين بالمراتب احد عشرات مئات وبنحكي مكملين. هاي اول شغله بالقسم الاول، كل ثلاثة اعتبارا من اليمين، هي أهم شيء، كل ثلاثة في قسم، هذول أول ثلاثة قسم مراتب آحاد، قسم مراتب الآحاد، بعد قسم مراتب الإلاف، الآلاف عفوا. بنكمل لتحت هون قيمة هذه الأرقام، بنبلش نكتب كل واحد لحاله، واعتبارا من اليمين أول عدد نفسه، وبعده كل واحد بنحط جنبه على اليمين صفر. هون عندنا مثال أخير، مثال أخير. هذا كمان نفس الشيء، انا بحاول ما اكرر العدد نفسه، عفوا المثال نفسه، مشان ما نضيع وقتكم. طبعا اذا كان بتكون اي استفسار او عندكم اي سؤال بنرجع نقراه. فهون هذا المثال مهم، هذا المثال عفوا هذا المثال هو المهم. ورنقطة تضيع ظلم اولان ليش بصمك لدول، هذا الرقم مؤلف من خمسة مراتب، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، المرتبة الخامسة إيش في عنا رقم ما بنعرفه، حطينا مثلث. إيش بصمك لدول صينن بالنار بولوندكي رقم لرن توبلاما أونوش أونوشتر توبلاما أونوشتر، يعني عبي إلا نفهم. هذا السؤال كتير مهم، ممكن يجيكم بالفحص عليه، لازم نعرف إيش عم يحكي. عبي إلا هو تهتضى في هذا اللوح yazılı olan 5 basamaklı doğal sayının binler bulundaki rakamların toplamı ölçtür. Yani el adad el mevcud بالنسبه لنا العدد الموجود هو مراتب احاد الالوف مع مراتب عشرات الالوف، لو جمعتهم سوا يطلع معي 13. 7 الرقم 7 ايش بده ليصير 13 لهي 7 زائد عدد ما بعرفه ايش هو اللي هو مثلث لازم يساوي 13. طيب 7 زائد 1 8، 7 زائد 2 9، 7 زائد 3 10، 7 زائد 4 11، 7 زائد 5 12، 7 زائد 6 13، معناها مكان المثلث نكتب الرقم 6، مكان المثلث نكتب الرقم 6. هذا السؤال كثير مهم بالنسبه للامتحانات، ممكن يجي هيك شيء، ممكن يحط لك مثلا هون بدل الاربعه لك مثلث بيقول لك العدد اللي في مرتبة العشرات مع العدد اللي في مرتبة الأحاد مجموعه ونفترض 13 كمان، فأنت بدك تشوف إيش بيكمل هذا العدد ل 13. فنحن عنا الأربعة كمثال، أهم شيء نحن نعرف إيش الفرق بين البصمك اللي هو المرتبة وبين بصمك دياري اللي هي قيمة هذا العدد في هذه المرتبة. ولازم نعرف الأقسام الكبرى اللي هي قسم آحاد، قسم الآحاد، قسم مراتب الآحاد، قسم مراتب الألوف، ولقدام ناخذ قسم مراتب المليون. ولكن لحد هون بكون انتهى درسنا، ويعطيكم العافية وبتمنى لكم التوفيق.